اشتراطات البناء من أهم القضايا اللي المواطن بيسأل عليها. ناس كتيرة من اللي عندها قطع أراضي، البناء طبعا متوقف بقاله فترة، والآن عاد في تجربة لأن احنا نجرب الاشتراطات الجديدة، ولكن هذه الاشتراطات عليها علامات استفهام كثيرة وفي أسئلة. يعني احنا فتحنا الحوار على السوشيال ميديا، أسئلة كتيرة جدا جاية لنا حول هذه الاشتراطات. أيضا الخطوات القادمة للتصالح في مخالفات البناء، كل ده منظومة مهمة جدا، ويعني يسعدنا أن يكون معنا النهاردة ليجيب عن أسئلة كل الناس السيد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان. يا فندم أهلا بيك سيادة النائب. أهلا. يعني البرلمان دوره إيه بقى في مناقشة اشتراطات البناء؟ هل أنتوا دلوقتي في المرحلة التجريبية دي بتناقشوا مع الحكومة والإدارة المحلية التنفيذية، بتناقشوا معاها هذه التنفيذ؟ طيب دايما أنت بتسألي أين دور البرلمان؟ والحقيقة ده سؤال مشروع. أنا عايز أوضح أن الاشتراطات البنائية ليست قانون. يعني القانون المنظم لعملية البناء والترخيص هو قانون 119، قانون البناء الموحد. هذه الاشتراطات هي قرارات حكومية جاءت لتحسين منظومة العمران في مصر وقضاء على فوضى البناء. القرار الحكومي رقابتنا عليه رقابة زي ما سيادتك عارفة لاحقة. الحقيقة الحكومة دي كانت الدكتور مصطفى مدبولي كان في قدر من الرشد الشديد في المسألة دي، ان هو مكننا من الرقابة الايه السابقة. ده بعت دعانا، رحنا في مجلس الوزراء مرتين، عرض الموضوع من خلال الوزراء المعنيين، وعقدنا اجتماعات سواء في البرلمان او حتى في حزب الاغلبيه، حزب مستقبل الوطن، ودعينا كل القوى السياسيه برضو انها تعمل اجتماعات، وحصل حوار ما قبل اعتماد هذه الاشتراطات. ناتج الحوار ده كان فيه ملاحظات واعتراضات من قبل نواب الشعب، اللي هم مين؟ المتخصص في الجامعه، المطور العقاري، المقاول العادي، النائب الشعبي. يعني كنا حريصين ان احنا نشكل مجموعه من الناس اصحاب الاختصاص النوعي المختلف عشان يسمعوا الوزراء الملاحظات. في ديبيت حصل انتهينا الى الاتي: هم استجابوا لعدد من الملاحظات ولم يستجيبوا لعدد اخر. عشان كده لما انا طلعت قلت احنا توافقنا مع الحكومه على 90% من فكر هذه الاشتراطات، ناس زعلت والبعض هاجم. 90% فعلا 90%، لكن ما تبصش على 90%، بص على 10% اللي احنا اختلفنا معهم فيها، هتلاقي معظمها. وانا بحيي اعداد والمكتب مع حضرتك ان هم نزلوا الموضوع على السوشيال ميديا بفتره كافيه، وانا مكتبي بعت لي دلوقتي واطلعت على اسئله الناس وملاحظاتهم واعتراضاتهم الى اخره. معظمها منحصره في ال 10% اللي احنا اتكلمنا فيهم، اللي هم ايه؟ الناس قالت لك هي الحكومة مستثنية نفسها ليه؟ صح. أوكي؟ يعني من القرارات أنه باستثناء المشروعات القومية ومشروعات الدولة. يعني الارتفاعات الكلام ده كله باستثناء هقول لحضرتك علي. لكن قبل دي لازم الناس وحضرتك وكل إخواننا يعرفوا هو الدولة ليه راحت الاشتراطات دي. احنا لما نيجي نمشي على رجلينا في القرى وفي احياء زي رود الفرج وبولاق الدكرور، الوضع على الارض صعب جدا استاذ عميس. انا كدوله مش قادر موازنتي مش قادر ان انا اطور هذه البنيه التحتيه الواجب تطويرها في هذه المنطقه، مش عشان فلوس او ده، في نمره واحد فلوس، نمرة اتنين التكنيكاليتيز، فنيات الموضوع، اخش بالمعدة ازاي في وسط هذه العمارات. ففي اشكالية فنية حقيقية، وبالتالي في شكاوي، المية ما بتوصلناش في الادوار، الكهرباء بتقطع، الصرف الصحي مش عارفين نعمل له المحطات الصرف الى اخره. فالدولة هذه الحكومة انتبهت، والحقيقة كل مؤسسة الدولة واقفة في ان احنا لا لازم نقضي على هذا التشوه العمراني. فراحت مطلعة هذه الاشتراطات، استثنت منها الآتي بيان. استثنت منها المجتمعات العمرانية الجديدة. ليه؟ لأن المجتمع العمراني الجديد له مخطط استراتيجي وله مخطط تفصيلي مطابق للمخطط الاستراتيجي، وده قافتنا في المحليات. قافت المحليات عندي المخطط الاستراتيجي، التفصيلي عندي فيه إشكالية.
تلاقي حضرتك يعني مثلا في بعض المحافظات، مش عايزه اسمي حاجات، اكتوبر تعالى اكلمك على 6 اكتوبر، ما انت يعني دي مجتمعات عمرانيه جديده وخلاص نحن ذاهبون الى العشوائيه فاست تراك. ده انا بقى طبعا يعني طبعا استثنت منه المجتمعات العمرانيه اللي هي ما عليهاش اشتراطات. لا استثنتها لان ليها اشتراطات، ما هي مش مطبقه يا فندم، ده موضوع تاني. ده نقدر نتكلم بقى ان انا عندي ظاهره تكاتك، عندي موضوع الكمامه، محلات محطات بنزين طالع لها محلات، عندي ده مليون حاجه. ده مشكله جهاز اداري الدوله، ممكن نعمل له حلقه لوحده. والقصه هنا كويس ان حضرتك اثرتيها، مش قصه ان المجتمعات العمرانيه والمدن الجديده هم ذا توب وان المحليات كده، لا لا لا، ده هي تعداد سكاني population. انت المجتمع العمراني نجح ليه؟ لحاجتين، مخططه موجود، اشتراطاته موجودة، والعدد قليل. لما العدد بيزيد في ظل منظومة الحوكمة اللي موجودة، بتلاقي بعض المشاهد في التجمع بقى في مشاهد، لكن يعني ده موضوع ده موضوع تاني. فهنا المجتمعات العمرانية استثنتها لان لها اوريدي اشتراطات ولها مخططات. مشروعات القومية الحكومية، هو أنا مش ببني كدولة الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وبيحلحل المشاكل وبشير الخير والأسمرات والكلام ده كله، فبالتالي لابد أن أمام هذه التحديات اللي أنا بشتغل عليها وبنقي الناس قاعدين في مناطق صعبة جدا، أن أنا قد يكون هناك بعض الاستثناءات في التعلية عشان الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، لأن أنا بنقل بدفع فلوس من أكثر من وعاء وانت اقتصادية وقارية في الاقتصاد، سواء بنوك سواء مجتمع مدني سواء موازنة سواء يعني شوفي، في سبيل ان انا ما يبقاش عندي دويقة تاني، ما يبقاش عندي غيط العنب تاني، ما يبقاش عندي الهضبة تاني، ما يبقاش عندي المشاهد دي. فبالتالي بستثني هذه، استثنيت بقى وده توافقنا معهم وبضغوط المحاور، ودي الناس كلها اللي هي عندها تظلمات في مسألة انت مش هتديني ارتفاعات انا هخسر، انا لا، ده انا استثنيت المحاور والشوارع الرئيسية والميادين في كل محافظة، بس بآلية ان كل محافظ هيحدد، لان انا جيت قلت له انت مش معرف لي ايه هي الشوارع الرئيسية. انا شارع جامعة الدول العربية عمري ما الاقيه في محافظة زي سوهاج ولا محافظة زي العرض ده، فنشتغل بشكل ديسنترالايز ان كل محافظ يحدد هو ايه هي المحاور الرئيسية عنده والشوارع ويقدمها المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وبالتالي يتم التصديق عليها ويتم استثنائها. دي كلها الاستثناءات. مشروعات القوات المسلحة طبعا لها أبعاد استراتيجية ولها، بس مشروعات القوات المسلحة مش جوه الكتلة السكنية، وبرضو يا فندم معلش مشروعات الدولة أو المشروعات، ما هو أنا لما بستثني الدولة دائما أنا عندي مشكلة كمواطن، أنا لا أشعر بالعدل. طيب يعني هقول لحضرتك يعني وأنا حاجة، في واحد كاتب إيه؟ هو أنا أغنى ولا الدولة؟ لا يعني أنا غلبان يعني عندي حتة أرض وقررت إن أنا أبنيها لعيالي، عندي 5 عيال أو عندي أنا وإخواتي وكذا، فأنت حددت لي الارتفاع بينما يطلع جنبي عمارة فيها كذا وتقول لي ده مشروع الدولة. طب أنا هو أنا أغنى ولا الدولة؟ تسمحي لي أوضح له، وبشكر سيادتك إنك أثرتيها. بشاير الخير المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية هي اللي اشتغلت إشراف عليها. فهل بشاير الخير أنا أقدر النهاردة وأنا في مع مشكلة نادي الصيد من كام يوم ان الناس بس قالوا لهم هننقلكم الأباري، هم مش عايزين يروحوا أباري، رغم عايزين يفضلوا في مكانهم، هم عايزين يفضلوا في مكانهم. فأنا بشاير الخير منطقة نادي الصيد دي واقعة في صحيح الصرف الصحي، ده موضوع تاني برضو عايز له حلقة. لكن فكرة ان انا الاستثناء للمصلحة العامة الاستثناء في هذه المشاريع مش لان الدولة تكسب او لا 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 للمصالح العامة، لأن أنا داخل على ولو الدولة ادت قطعة الأرض دي لمستثمر، ما خليني أقول لك بقى الناس بتفكر إزاي. فضل. اديته لمستثمر وباعت قطعة الأرض دي لمستثمر، وهذا المستثمر استغل هذه الاستثناءات لأن هو هذه أرض الدولة داخلة معاه شراكة، هنا يبقى الاستثناء شكله لا هو هنا أصل إحنا حددنا يعني مش قصة أرض دولة مع المحافظة أرض دولة، لا هو حدد الحقيقة للأمانة، هو حدد مجتمعات عمرانية لأسباب أنا قلتها لحضرتك إن ليها اوريدي اكزيستنج شرطات بناء. لكن خليني أقول لحضرتك إن هم عندهم حق في إيه، وواجهنا الحكومة، وأنا الحقيقة بلغت دولة رئيس مجلس الوزراء بهذه الحالة اللي أنا هقولك عليها. هم عندهم حق يقولك إيه، أنا اشتريت من الأوقاف أرض أو اشتريت من المحافظة بكل تحويشة عمري، يعني جيت كده قررنا إن إحنا نبطل عمل عام
فكل فلوسي حطيتها على فلوس حضرتك على فلوس، ورحنا رايحين شارين الدولة بتبيع أرض سي مثلا ب 200 مليون جنيه فاشترينا منها أو اشترينا حتى من أفراد على أساس شهادة صلاحية بتقول إن الأرض دي النسبة البنائية فيها X amount والارتفاع قد كده. جيت بين ليلة وضحاها بدل ما الارتفاع يبقى 10 أدوار بقى أرضي ودورين. إحنا كده فلوسنا راحت، ولو كنا سلفينها يبقى إحنا كده اتحبسنا. الناس اللي زي دي في الاعتراض أو التحفظ عندهم حق، عشان كده احنا اتكلمنا في ايه؟ ان يا اخوانا يا حكومة احنا طلبنا قلناه، ومش قلناه وبس، واجهناه وكان في حوار، والسادة النواب اللي حضروا معايا الاجتماع الحقيقة حوار يمكن ساخن مع وزير الاسكان ما بيني وما بينه، وهو رجل فاضل ويسعى المصالح العامة، لكن في اختلاف وجهات النظر في هذه المسألة، ومش كده وبس، وكتبناها في تقرير اتعرض على دورة رئيس مجلس النواب. قلنا ايه؟ قلنا ان احنا محتاجين ان يبقى من ضمن الاستثناءات، ما احنا حطينا استثناء 1 2 3 4، يبقى 5 الناس اللي اشترت عندها بيوع واشترت ارض واشترتها بناء على شهادة صلاحية واضحة وصحيحة وسارية بتقول ان الارض دي كذا وكذا. ما ينفعش تيجي دلوقتي بعد ما انا اشتريت تيجي تقولي والله القرارات الجديدة كذا. هنا بقى، طب لو المصلحة العامة تقتضي إن لا أنا مش هقدر لأسباب تخص البنية التحتية التخطيط إن أنا أقدر أنفذ الالتزام ده، إذن فدول يستحقوا التعويض. التعويض هنا إما أن يكون نقديا بتقيم، انزع الملكية للمنفعة العامة ورجع له الفلوس دي، وبالمناسبة نزع الملكية للمنفعة العامة بيبقى القيمة السوقية زائد 20%، ده قانون وأنا معدله مرتين بالمناسبة، والمرتين للأمانة في عهد الرئيس السيسي، واتقدم الحكومة والتعديلات كانت رايحة لصالح المواطن. يعني يرجع الأرض تاني. يرجع أنا أونر. أو الدولة تاخدها منه بالقيمة. بالقيمة زائد 20%. 20%. طب الخزانة العامة معهاش هذه الأموال، يبقى زي ما عملنا في حاجات كتيرة وعملنا في قصر البارون لو تفتكري، بنفس القيمة وليس المساحة، تديله أرض بديلة في أحد المدن اللي هي التجارية اللي بتبيع، عالمين جديدة، عاصمة إدارية جديدة، منصورة جديدة، لكن المراكز الاقتصادية المستقرة يجب الحفاظ عليها. لأنه الناس أنا اشتريت من هذه الدولة يعني قبل هذا دولة القانون، أو أفراد أو أفراد اشتريتها قبل هذا القانون، وبالتالي هذا مركز اقتصادي مستقر. لا وإيه، واشتريتها بناء على شهادة صلاحية طالعة من الحكومة من الجهة الإدارية. دي الحاجة تقريبا الأساسية اللي احنا يعني اختلفنا فيها مع الحكومة. والحقيقة دولة رئيس مجلس الوزراء لما انا اديته المثال ده قلت له يعني تخيل احنا كده مع بعض، احنا كده كتير، لكن انا بتكلم على اللي اشترى قطعة ارض 300 متر او قطعة ارض 400 متر كان. وهو هيسكن عليها هو واهله وعياله وده تحويشة عمره، اتغرب في ليبيا ولا في الخليج وده تحويشة عمره فعلا، طالما ماشى قانوني. المواطنين اهلنا بيتكلموا في الصفحة عند حضرتك قالوا ايه؟ انتوا كافئتوا اللي خالف بقانون التصالح واللي التزم زي حالاتنا وحافظ على ارضه واشترى ارضه وسعى ومشي في الاجراءات الطويله عشان ياخد رخصه وتاخرت حبتين والكلام ده كله، احنا اتضررنا. لا، احنا بنقول لهم ان احنا كبرلمان لا نسعى دايما حوارنا كده، يمكن في بعض المجاذبات يقول لك بقدر المستطاع انا وانا بصلح مش عايز ايه أضر حد. لا، إحنا بنقول إيه بقى في المسائل التي تخص المراكز الاقتصادية والسكنة، نقول لا، ما فيش حاجة اسمها بقدر المستطاع، في المطلق أنا ما أذيش حد ولا أضر حد. طب وده هيحصل؟ ده هيتعدل؟ شوفي هقول لحضرتك حاجة، في كل مجالس العالم، في الديمقراطيات، في الكونجرس، في مجلس العموم البريطاني، أنت ممكن تخشي بوليتيكال فايت، تخشي معركة سياسية الحقيقة كسبان او الخسران فيها مش شرط ان هو اللي يكون على صواب، لانها ليها ادواتها تانية، يعني ممكن اعمل معركة حنجورية كذا كذا واخسرها في الاخر رغم ان انا على حق. امتى اعمل المعركة دي؟ فاكرة يوم ما دخلت معاكي مداخلة وقلت لك دخلت المحور ريحتها في مشاكل في الريحة وده غير مقبول، الحقيقة كنا حادين جدا،
واعتقد دلوقتي وحضرتك داخله مفيش ريحه خالص، ما شاء الله، وبنحيي محافظه الجيزه عليها. بس في زباله يعني الدخلة القمامة ده ملف في تاني. قمامة كتير. ما المحليات يعني بمناسبة المحليات. المحليات مواضيعها كتير. في قمامة يعني، فلو وانا داخلة وانا خارجة في قمامة. شوفي انا بتكلم بس كمثال في ادارة السلطات مع بعضها البعض في القضايا الساخنة. في موضوعات لازم نفسي انا كسياسي وكبرلمان يكون نفسي طويل فيها، واغلب لغة الاجتماع والحوار والمنحنيات اللي فوق وتحت اعلى وارجع تاني اهدى، عشان ما انا لو عملت خناق او خلاص قفلنا الابواب على بعضنا مش هنحل، يبقى انا كده بضيع مصلحه المواطن. فلما انا النهارده هو يجي لي باشتراطات انا استطيع ان انا احلحلها بقناعات، بالمناسبه يعني هو اصل دي اصلاحات هيكليه لميس هانم، دي اصلاحات هيكليه انا وانتي والمواطن والحكومه ورثناها 50 سنة. طيب اشياء مركبه صعبه جدا. قبل ما اخرج فاصل بس، اذا الناس اللي بعتلنا اللي بتقول انا اشتريت قطعه ارض وانا كنت على اساس ان انا حبنيها بارتفاعات معينه ثم الان انا اعاقب على هذه الارتفاعات، فبتقول لي ان هو بتدرسوا مع الحكومه انه يحصل لهم استثناءات او ان هم تعويض. المرحله الحاليه الأرض بتاعته دي لو هي على شارع رئيسي أو محاور رئيسية فكده ولا كده هي مستثناة من الاشتراطات، فما يقلقش. طب متأخرة في إيه؟ إن المحافظين بيحصروا الشوارع دي وهيعرضوها على المجلس أعلى التخطيط العمراني، يبقى دي نمرة واحد. طيب لو النهاردة هذا القيد مرفوض مع الحكومة، إحنا مصرين على أن يكون هناك نوع من أنواع التعويض، إما التعويض العيني أو التعويض النقدي، العيني بالاستبدال بذات القيمة أو النقدي من خلال تفعيل قانون نزع المكان المنفعة. بس برضو عايز أقول لحضرتك حاجة، هو عايز حتة الأرض في المنطقة دي في العمرانية أو في أسيوط أو في كذا، هو عايز يسكن في هذه المنطقة ويعني قاعد حياته كلها بيحلم أنه يشتري قطعة هذه الأرض، فحضرتك بتقول له أن أنا هعوضك وأوديك بقى حتة تانية بعيدة في مكان آخر أو هديك فلوس، وحضرتك عارف أن القيمة السوقية للأرض تغيرت تماما. القيمة السوقية سوف تكون حاضرة. وشوفي هقول لسيادتك حاجة، هو الملف انت اي ملف اصلاحي لابد ان هو هيكون في نوع من انواع الجراح. اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا اولا الحكومة في المرحلة الحالية، عشان سيادتك سألت سؤال احنا في اي مرحلة، احنا في مرحلة التجربة. الحكومة اختارت مركز في كل محافظة وحي في كل محافظة وابتدت تجرب الاشتراطات دي. تنتهي امتى؟ تنتهي في 1/7. احنا سايبينهم الحقيقة يعملوا البايلوت ده، يعملوا البايلوت ده بعد 1/7 زي ما عملنا في التصالح وزي ما عملنا في قانون وضع اليد. احنا نفسنا طويل بنعمل جلسات تقييم الاثر التطبيقي، والتصالح لما هتيجي تكلمي فيه عشان يطمن الناس، مش مجرد ان التشريع طلع ورحنا سايبين ويمشي كده مع نفسه، ده احنا كملنا. وحضرتك طيب لو سالتي قبل ما اخرج فاصل ده، يعني هل حضرتك شايف انه هذه الارتفاعات بمساحات البناء اللي هي 70% وردود كذا وكذا وكذا، هل دي مقنعه؟ ده مناسب للناس خاصه في الاحياء الشعبيه والاماكن اللي هي ده سؤال جيد جدا. كمعماري كراجل مخطط هقول لحضرتك ان الارتفاعات والنسب البنائية زي ما الكتاب بيقول، لكن كسياسي ماشي على الأرض في بعض المناطق تلاقي حضرتك الأدوار 10 أدوار و10 أدوار وهيبقى العمارة في المسافة البينية دي عمارة دورين ثلاثة، فهيبقى الشكل لو جيت قلت لحضرتك إن الشكل معماريا ده شكل كويس طبعا مش شكل كويس، لكن كسياسي أقول لحضرتك إيه؟ إن أنا مقيد، أرجع تاني مقيد بالبنية التحتية. فالحكومة هنا لما أجي أسألها، لما الراجل ده هيبني 10 أدوار زي زميله، هل انت هتديله الكهرباء والصرف الصحي والغاز والمية اللي انت مديه للمناطق التانية؟ لو قال لي هقول له جاهد، لكن لو قال لي انا مش عارف. يعني النهاردة كان عندنا قانون الصكوك السيادية لميس هانم، واخد بال حضرتك بيتكلم في ايه وزير مالية؟ بيتكلم ان بالشكل الحالي للموازنة على احلامنا احنا عايزين نخلص مشكلة الصرف الصحي في مصر كلها، عايزين نخلص مشكلة
توصيل المياه، مياه الشرب في مصر كلها. عايزين نخلص مشكلة ان انا يبقى عندي مية تروي معايا الزراعة اللي هو معالجة الصرف الزراعي، ما عندي مشكلة مية، واخد بال سيادتك؟ عايز اخلص مشكلة تمهيد الطرق بالكامل. الكلام ده عايز افكار out of the box. صحيح، لكن انا مواطن اشتريت ارض 200 متر، حضرتك بتكلمني عن كل حاجات عظيمه جدا، انا بقى مواطن ماليش علاقه، انا ليه علاقه بال 200 متر اللي انا اشتريتهم يا حكومه، واللي انا انت دلوقتي جيت قلت لي مش هتبنيهم اكتر من كذا دور، وانا باني على اساس اني هبيع فيهم شقه شاري على اساس، يعني اشتريتي على اساس، على هذا الاساس لو في شهاده صلاحيه، ده اللي احنا بنقوله. من غير شهاده صلاحيه ما انا اشتريتها. طب يبقى هو لو هذا زي غيري، لو الحكومة استجابت لهذه المطالب يبقى أنت مكملة في اللاين. خلينا برضو إيه، لا أنا مدركة، أنا بس بقول وجهة النظر التانية بتاعت الناس. وإحنا قلناها يعني إحنا برضو قلناها، خلي بال حضرتك 27 محافظة مثلت، نواب 27 محافظة قالوا الكلام ده ويمكن أكتر كمان، بس الردود، في ردود لما بتبقى الردود جاية بشكل منطقي. أنا بسأل حضرتك وبسأل المواطن، دي الحقائق، نعمل ايه؟ بس بدروم، الحكومة تعمل ايه؟ بدروم ودورين واربعة ادوار، اربعة يعني. هو ايه لازمة البدروم يا فندم؟ لا لو عشان الجراجات. ما هي مشكلة مركبة. يعني طيب ليه جراجات؟ عشان المرور. ايه المرور اهميته ايه؟ اهميته طاقة وبترول محروق ومشوار، بدل ما تروحي حضرتك في ربع ساعة تقعدي في ساعة ونص، وبضطر غصب عني اروح اقترض اعمل محاور وكباري يعني هي مسألة مركبة. والفلوس اللي انا بقترضها دي بدل ما انا اعمل مناطق صناعية جديدة او استزرع اراضي جديدة، يعني احنا عايزين نبقى دولة تليق بتاريخ مصر. طيب اسمح لي نخرج فاصل قصير ونواصل هذا الحوار، نتكلم على التصالح واتكلم على اشتراطات اخرى، وبالذات ان التراخيص برضو لسه معقدة. انا شايفة ان خطوات التراخيص حتى المركز التكنولوجي وكذا وكذا، بصراحة دي خطوات معقدة جدا. فنخرج فاصل نشوف هذا التقرير، ونخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار مع النائب والمهندس احمد السكي. اوعى حد يتصور ان الدولة وهي مشغولة في المواجهة ديت مش هتبقى واخدة بالها. احنا بنحل مسائل بقالها سنين طويلة خاصة بالتعدي على الاراضي وعلى البناء غير الغير المخطط ليه. لا احنا مش هنقبل كده. وسط كتير من الملفات اللي اقتحمتها مصر خلال السنوات الأخيرة، كان مواجهة النمو العشوائي على مستوى الجمهورية نتيجة البناء المخالف وعدم التخطيط، ومبادرة طموحة قررت التصالح مع المواطنين اللي سبق ليهم البنى بالمخالفة للقانون بإجراءات مبسطة ارتضاها المواطن، وده كان ليه مفعول السحر في زيادة الإقبال على التقدم بطلبات التصالح، واللي بلغت حوالي 2.9 مليون طلب. وللتيسير على أهل الريف، وافق مجلس الوزراء على قبول طلبات التصالح في الريف، وعددها 1.5 مليون طلب، اللي سدد أصحابها مبالغ جدية وبمبلغ تصالح بيساوي 25% من القيمة اللي حددتها الدولة. ومن ناحية أخرى وضعت الحكومة ضوابط البناء الجديدة واللي هتوقف البنى العشوائي والمخالف وهتعيد تخطيط المدن، والمنظومة دي بدأ تطبيقها تجريبياً في مايو الماضي وهيتم تعميمها يوليو المقبل. إنهاء ملف المخالفات وتنظيم عمليات البناء وتخطيط المدن بيساعد على تطوير المجتمع ورفع قيمة الثروة العقارية وتوفير حياة آمنة وصحية للمواطنين. مها صبري، كلمة أخيرة، قناة أم.